وسهلا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بساط السفر، اللي بنتكلم فيه كل يوم عن دولة جديدة من دول العالم ونتعرف على معلومات أكثر عن هذه الدول وشعبها ونكتشف فيها أماكن سياحية وترفيهية كثيرة. اليوم رح نتكلم عن دولة آسيوية طول السنة جوها حلو وما يتغير، رطبة وفيها أمطار، ويزورونها الناس عشان طبيعتها الحلوة وجوها اللي يسمح للسياح يزورونها بأي وقت، ويقدرون يسبحون الفيلة ويصورون مع الأسود والتماسيح. دولتنا اليوم مملكة تايلاند. مملكة تايلاند هي دولة آسيوية تقع في جنوب شرق آسيا في شبه الجزيرة الهندية الصينية، تحدها كل من لاوس وكمبوديا من الشرق، وخليج تايلاند وماليزيا من الجنوب، وبحر أندمان وميانمار من الغرب. تنقسم تايلاند إدارياً إلى 75 محافظة التي بدورها تنقسم إلى أحياء وبلديات. عاصمة المملكة التايلندية بانكوك التي تعد منطقة إدارية خاصة وعاصمة البلاد وأكبر مدنها. التعداد السكاني حوالي 70 مليون نسمة، والحكم هو ملكي دستوري، والعملة هو البات التايلندي. عالم سفاري بانكوك من أجمل حدائق السياحة في تايلاند وأكبرها، فهي تقع على مساحة تقدر ب 190 هكتار، وتضم الكثير من الحيوانات التي تعيش في بيئة مشابهة لسكنها الأصلي. تنقسم الحديقة إلى قسمين رئيسيين، هما سفاري بارك ومارين بارك، وتقدم هذه الحديقة العروض الممتعة مع أسود البحر والدلافين والقرود وغيرهم من الحيوانات، وبالإضافة إلى ركوب القوارب. مدينة عالم الأحلام صممت الملاهي بتصميم يشبه ملاهي ديزني لاند، وتم تقسيمها أيضاً لأقسام مختلفة مثل أرض الأحلام وأرض المغامرات، وتحتوي على عدة حدائق مثل الحديقة الأسيوية والقرية الأوروبية والمزرعة الأسترالية والصحراء المكسيكية، وتضم بعد عروض للسيارات وتحتوي على تلفريك، وفيها عروض راقصة للشخصيات الكرتونية، وفيها منزل عملاق كل شيء فيه كبير. عالم المحيط يقع تحت مركز تسوق سيام باراغون في مدينة بانكوك تايلاند، وهو من أهم العجائب المائية في المدينة، ويشمل الكثير من الحيوانات المثيرة للاهتمام تقدر بعدد 30,000 من المخلوقات، مجموعة من أعماق مختلفة من جميع أنحاء العالم. بوكيت من أشهر الجزر السياحية في تايلاند، ومعنى كلمة بوكيت التلال، عشان كذي تتميز بجبالها وغاباتها ومرتفعاتها وحضارتها، ومشهورة بالمنتجعات السياحية والأسواق والمطاعم وأسعارها منخفضة. تشتهر جزيرة بوكيت بالرحلات البحرية اللي تتم عن طريق القوارب الصغيرة، وهذه الجزيرة تتبعها أكثر من 39 جزيرة، وفيها مناطق طبيعية خلابة، فهي مشهورة بالرحلات السياحية وخاصة البحرية، ولما تكونون بالقوارب تستمتعون برؤية الجبال الخضراء والبحر. جيمس بوند، هذه الجزيرة تعتبر أهم وجهة سياحية في تايلاند، مو بس في بوكيت، سموها بهذا الاسم لأن تم تصوير فيلم جيمس بوند فيها سنة 1974، ومن جمال هذا المكان أصبح الزوار يزورونها من بعد الفيلم من مختلف أنحاء العالم، واللي يميز هذه الجزيرة إن فيها صخرة غريبة، والزوار يروحون عشان يستمتعون بالمنظر وتصوير هذه الصخرة.
جزر فيفي من أكثر مناطق المنتجعات شعبية في تايلاند، حيث تتوفر رحلات يومية إلى الجزر المحيطة، ويقدم منظمون الرحلات السياحية باقات لرحلات الغوص والغطس، فضلاً عن الرحلات الاستكشافية إلى خليج مايا الشهير، حيث تم تصوير فيلم ليوناردو دي كابريو. السوق العائم في بتايا في مساحة واسعة من المحيط، ويقع هذا السوق العائم الذي يمتد لمسافات كبيرة في المياه، وتقع مئات المحلات على جانبي الممر المائي الذي يمتلئ بالقوارب التجارية التي يعرض فيها السكان المحليون الكثير من الأطعمة والفواكه الاستوائية الطازجة، بالإضافة إلى وجود الهدايا والتحف، وتقدرون تأكلون الأكل تايلندي المحلي وأنت في قاربك بالقرب من الشاطئ. حديقة نونج نوتش الاستوائية أكبر حديقة نباتات طبيعية في شرق آسيا، حيث تنتشر بها كل أنواع نباتات البيئة الاستوائية والزهور والأشجار العالية، ويزور هذه الحديقة هواة التعرف على المعالم الطبيعية لتلك البيئة الغنية بالجمال والروعة، وتقدرون تركبون الفيلة وتشوفون الطيور الاستوائية النادرة وتستمتعون بالعروض الترفيهية على مدار اليوم. حديقة دوي أنتانون الوطنية، تقع الحديقة الوطنية في مرتفع بين الجبال، ويتخللها الكثير من جداول المياه الجارية والنباتات الرائعة والشلالات، وهي من أجمل أماكن السياحة في شيانغ ماي، وتتميز الحديقة بارتفاع نسبة الرطوبة مع الجو البارد بسبب الارتفاع عن سطح البحر، واللي خلاها من أروع مناطق السياحة في تايلاند وجود الأشجار والنباتات النادرة والأنشطة السياحية المتنوعة. جزيرة كوسموي تقع في جنوب تايلاند، وتعتبر ثاني أكبر جزيرة في البلاد بعد جزيرة بوكيت، وتتميز الجزيرة بمستوى الرفاهية المتميز الذي تتمتع به فنادقها ومنتجعاتها ذات المواصفات العالمية، وأكثر ما يميزها هو وقوعها وسط خليج تايلاند وتنوع الأشجار الاستوائية والشواطئ الذهبية والمياه الزرقاء الرائعة بها. شلال نام وانغ يسمى بالشلال الأرجواني بسبب تدفق الماء على الصخور الأرجوانية، ويقع في جزيرة كوسموي، وبالقرب منه في شلال ثاني يحمل نفس الاسم، وتقدرون تتمشون بينهم سيراً على الأقدام. شاطئ تشاوينغ هو شاطئ قديم من أقدم شواطئ تايلاند وأجملها، حيث تنتشر به رياضة مصارعة الثيران، تلك اللعبة الشعبية الكبيرة في تايلاند، ويزورونها الكثير من السياح على مدار العام، حيث المياه الصافية والأشجار الاستوائية التي تظل له، كما تنتشر القوارب الصغيرة بالقرب من الشاطئ حق اللي يحبون المغامرة والانتقال من مكان إلى آخر عن طريقها، وتقدرون تستمتعون بوقتكم سواء على الشاطئ أو من خلال الجولات البحرية بالقرب منه. والحين أعزائي المشاهدين، خلونا نشوف معكم هذا التقرير ونتعرف على أبرز عادات وتقاليد الشعب التايلندي. أبرز العادات والتقاليد التايلندية. مملكة تايلند الساحرة ذات الألف لون ولون وعاشقة الحياة والحرية، فاسمها يعني أرض الحرية، وهي للحرية مكان. من اللحظة الأولى سترى بوضوح أن تايلاند أرض تعشق ضيوفها وتغمرهم بالاهتمام والحب، فلا مكان للإحساس بالغربة وسط شعب مضياف ودود يستقبل الزائرين بابتسامة دافئة وكرم وبساطة تجعلك شغوفا بزيارة كل مكان من أرجاء المملكة، لتتعرف أكثر على هذه البلدة الجميلة الراقية التي تجمع تحت سمائها التناغم بين الحياة المعاصرة والمحافظة على الوجه الحضاري القديم. تايلاند مملكة دستورية تقع في جنوب شرق آسيا، تتمتع بطبيعة غنية بتضاريسها المتنوعة التي تنقسم لأربعة أقاليم، جبال خضراء وغابات يرجع ذلك لكثرة الأمطار،
وشواطئ رملية بيضاء مطلة على جزر استوائية وسهول الأرز المتنوعة التي تغطي وسط البلاد وتجعل منها واحدة من أهم دول العالم المصدرة للأرز الفاخر. فالأمطار جعلت كل شيء له لون ثابت صادق لا يتغير بعدما حولها العقل التايلندي الواعي واحدا من أهم المصادر للزراعة. يتميز الشعب التايلندي بالطيبة والهدوء والتعاون، فقبل أن يتسلل ضوء النهار يخرج الجميع للعمل رجل أو امرأة، مهما كان العمل كبيرا أو صغيرا الكل يحب العمل بإتقان. كما تتميز تايلاند بمستوى عال من معرفة القراءة والكتابة، فعلى حد قول أحد الرجال البسطاء لا أحد هنا لا يعرف القراءة والكتابة وكيفية التحاور مع الناس، حيث يكفل الدستور التايلندي هنا لكل طفل التعليم المجاني لمدة 12 عاما. أما بالنسبة للسياحة فتعتمد الدولة على السياحة التايلندية بشكل كبير، فلكل زائر نصيب من المتع التايلندية المتعددة مهما اختلفت الطباع والعادات والرغبات. ستأخذك تايلاند إلى ما تريد، فهي مزيج مذهل من غرائب العادات والتقاليد والثقافات القديمة والتطور الحديث المناظر للطبيعة الخلابة. إنها تايلاند مملكة الحضارة والتحضر. ومثل ما شفنا مملكة تايلاند فيها أماكن سياحية حلوة ومتنوعة، والناس تزورها عشان طبيعتها الخلابة وسياحتها، وعشان يسبحون الفيلة ويركبون فوق الفيل، وبعد عشان يصورون مع النمور والأسود والتماسيح. إن شاء الله تكونون استمتعتوا معنا مشاهدينا في هذه الحلقة، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، ونقول لكم مع السلامة. أي جاهزة ونتعرف على معلومات أكثر عن هذه الدول. الدول إكسبو 2020 هو أكبر حدث عالمي، مو عالمي، عالمي. وفي الرياضات المائية، أنا من البرد لساني يصير ثقيل. نعم، شنو راح يدمي الأول؟ مبنى تاريخي وتم تجديده ليتم إطفاء الطابع، لا إطفاء باب البحرين. بحبين؟ إيه أبي أبدل. وهي من أهم النوافير الموسيقية الراقصة في المدينة. ويصل المسجد على الجسر القديم. يطل مو يصل، ترى بنصور زين نطري. ماما لا، ماي لا لا. قيل أنها كانت أحد العواصم التاريخية للمنطقة قبل، مو قيلة ترى في بدلية بالكتابة. تصاعد لب التلفريك المؤدي إلى مرتفع ليش جرب يعني. وجوها بعد متنوع لكل ولاية جوها. اليوم مسافر إلى مملكة السويد. أمباي السويد، وجوها معتدل طوال العام، وايد فيها أمطار طوال طوال طول العام. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، ونقول لكم مع السلامة.